السلام عليكم ورحمة الله متابعينا الكرام. قبل الدخول بالموضوع اضغط اشتراك وزر التشغيل ولايك حلو من عندك وكومنت حلو اذا عجبك الفيديو. اليوم موضوعنا هو عن مشاكل الكبد. عندنا الكبد يصير به مشاكل وهو يتحول من كبد صحي الى كبد دهني. شلون راح يصير عندنا الكبد بهاي الحالة وشنو مضاره على جسم الانسان؟ اولا عندنا اللي يتناولون الخمور، اللي ياكلون سكريات، اللي ياكلون دهون بكميات كبيره، راح يتحول عندهم من كبد صحي وينقي الدم الى كبد دهني، بحيث يجعل جسم الانسان كتله من المياه، يعني صار عند الانسان احتباس من المياه من ما يؤدي للسمنه. اكثر الناس يعانون من السمنه المفرطه، من الكرش، يعني الحجم كبير، وهذا كله من وراء مشاكل الكبد الدهني. نجي على علاجه، شلون نريد نعالج الكبد الدهني؟ الكبد الدهني ما له علاج، يعني علاج عقاري او كيميائي او لا. كل من يقول الكبد إلى علاج ما العلاج، علاج الكبد هو الغذاء، يعني أترك شكوشي دهني، أترك شكوشي بنشويات، أترك شكوشي بسكريات، التجئ إلى البروتينات وإلى الخضار. البروتينات والخضار، يعني طبعا الفواكه، اكو انواع من الفواكه هم تحول الى كبد دهني، فاختار انواع الفواكه. يعني مثلا اني هسه عندي سمنه مفرطه من سبب الدهون اللي عندي والكبد الدهني، شلون اريد اعالج هذا الشيء؟ اعالج هذا الشيء انه اول شيء اختار نوع الفاكهة، يعني مثلا الاناناس، التفاح، الاخضر، الفراولة، ذني اخليهن بالحمية الغذائية اللي عدي. زين، اكلي حيكون عبارة عن بروتين، خضار، بروكلي وما شابه، الفلفل الاخضر، الخيار. حاول وجبات الحمية تكون بمثلا لبن الزبادي او الاكتيفيا. زين، ابتعد عن الشاي، واذا اريد اشرب الشاي الاخضر بدون سكر. الاملاح ابتعد من عدها، اقللها فتشي نسبة جدا قليلة، ما اخليها بالبرنامج مالتي، بالاضافة الى رياضة بسيطة على مود اذا اريد انزل من الوزن مالتي على مود لا يصير عندي ترهلات بالجسم. فهو هذا علاج الكبد، وانا مستعد لاي سؤال واي استفسار، ومستعد اي شخص محتاج انه التزمه بهذا الموضوع او ينقص من وزنه خل يراسلني. عندنا التيك توك، برنامج التيك توك، وعندنا الانستغرام، وعدنا اليوتيوب. زين، وثلاثة باسم الوزن المثالي، وإن شاء الله الصحة والعافية للجميع، وتحياتي لكم.